هنلعب بقى مع بعض كده لعبة خفيفة، بس لو جاوبت غلط في عقاب، والعقاب انك هتنفذ حاجة من الكروت اللي في ايدك، ماشي طبعا من غير ما تخم في اي حاجة. ماشي كمان مصور كل حاجة. منتخب شباب اليد اول فريق جماعي يكسب بطولة عالم الشباب مش الناشئين كانت امتى؟ كانت امتى؟ انا عارف اللعيبة، عارف اللعيبة ده اللي هو بتاع كابتن مجدي ابو مجدي وكده اظن، صح؟ اه كانت امتى بقى؟ اكيد في السبعينات، هي في السبعينات؟ لا في الثمانينات؟ لا في التسعينات؟ صح في التسعينات. التسعينات. ثانية واحدة هديك فرصة أخيرة، لو قلت رقم غلط هتسحب. ثانية واحدة، في أول التسعينات؟ اه 92؟ غلط. 93؟ اه 93 بس خلاص. صح لا اسحب. صح لا 93. انت قلت السبعينات. أنا كنت لسه بفكر مع نفسي 93 93 مش عارف، أصل هو جه 70 فاهم؟ احنا ابتدينا نخم من اول سؤال اصلا. 93 ماشي يعني، انا سيبني افكر، انا لسه بفكر. ماشي خلاص هسيبك تفكر بس مش بس هساعدك. رد عليا. بس مش هساعدك. ماشي 93. ماشي، اكتر منتخب فاز ببطولة العالم كبار؟ اه فرنسا. صح. افضل مركز حققه الزمالك في كاس العالم للانديه؟ تالت. صح. مين الفريق العربي الوحيد اللي كسب كاس العالم للانديه؟ سد قطر. جامد. طب سنة كام بقى؟ لا دي مش مش انا اعبط عليها. لا ما تقلقش، اصل دي وسام لعب فيها، وسام سامي. اه سنة كام؟ 13 14 2002. 2002 هو وسام لعب 2002؟ لا ما لعبش معاهم وسام، لعب في السد بس، لعب أيوة في كاس العالم. خد حاجة في كاس العالم؟ اه بس ما لعبش. خد تاني يمكن. ممكن اه. ده انا بفتي بقى. كم مرة فاز برشلونة في دوري ابطال اوروبا كرة اليد؟ كنت فاكر علي زين كان منزل كام؟ 10 بس اكتر. 12 11 11 11. نخش بقى اسئله مالهاش علاقه بكره اليد شويه بس دي بقى اللي لازم تقع فيها يعني. ماشي. اصغر دوله في العالم؟ اصغر دوله؟ اه ما حدش هيغششك. بص بص لنا هنا. مش عارف اصغر دوله في العالم، مش عارف. طيب هي سريع. دوله الفاتيكان. 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 اه ما قلتيش. قلت لي والله. يعني انت بتعترف ان انت بتغش صح؟ لا لا. اسحب كارت. اول كارت على الوش. اول كارت ده ما تقلبش. اه طب انا ممكن تسحب من غير ما تبص عليه. ماشي اهو يعني. ماشي حاسس ان ده هيبقى اسهل حاجه. ايوه والنكته. لنا نكته بقى يا عم. اي نكته اقولها هتبقى رخمه والناس هتبقى. قول اخر نكته سمعتها عشان ما تشيلش المسؤوليه. لسه واحد دلوقتي جنبي. طب قولها عشان ما تشيلش المسؤوليه. واحد قاعد على قهوه. واحد قاعد على قهوه. مش عارف والله. مش عارف. لا لا لازم تقول رخمه جدا. لازم تقول مني. ما هو انت قول ان انت سمعتها من حد. سمعتها عشان سمع من حد مره واحد وقاعد على قهوه قنبله باين. اقول نكته ايه بس؟ اسحب كارت تاني. طب اسحب كارت تاني. موقف طريف محدش يعرفه غيرك؟ يعني ما قلتوش قبل كده في اي لقاءات او حاجه؟ في مره واحد ماشي في الشارع قال لي كابتن انس اسامه وكده، واللي هو بتاع الباسكت، وفضلت عايش معاه ان انا انس اسامه وخلاص. وقال لي انتوا بتخسروا ليه؟ قلت له معلش احنا اسفين. وعيشته يعني ان انا بلعب في الباسكت وخلاص. بس هي بتحصل كتير يعني، الناس مش بتبقى يعني مش متاكده ان انت بتبقى انت بتاع الهاندبول، او يعني الهاندبول مش معروف. هو عارفك بيشوفك على التلفزيون بس مش عارف انت بتلعب ايه. خلاص. طب حد تاني قال لك غير انس اسامه؟ قال لي يعني انت حد تاني غير انس اسامه؟ لا مش فاكر يعني حد قوي. لا هو انس اسامه اللي معلق عشان الطول ممكن. اه هو عشان الطول. اتفضل بقى. السؤال بقى اللي بعد كده، ايه الحيوان اللي ما بيطلعش اي صوت؟ يعني ما تسمعش صوته في الغابه كده، ما بتسمعش صوته. اللي هو الكسول ده صح؟ لا مش الكسول. ما بيسمع الكسول ده بيطلع صوته وهو نايم. بجد؟ اه بس لا ما بيطلعش صوت. نايم صاحي بياكل بيشرب ما بيطلعش اي صوت. الزرافه. صح. ايه ده غشيتها صح؟ لا. الزرافة. ماشي. لا ايوه ازاي عرفتها ازاي؟ انا محتاج ابص هنا انت بتقول. انا ماشي. الزرافة. صح. طب ايه عاصمة بولندا؟ وارسو. صح. حاجة حسابية كده هي بسيطة بس يعني ماشي محتاجة انك تركز فيها. يبقى انا مهندس. ماشي. انت خريج هندسة؟ لا لسه ما اتخرجتش بس يعني هندسة عين شمس. طيب انت دبست نفسك انك تجاوبها صح. لا مستحيل اجاوبها صح يعني. في كالكليتر عادي يعني. طيب لو طالب ماشي
بيحل 9 اسئله في 15 دقيقه تمام. عشان يحل 12 سؤال هياخد وقت قد ايه؟ 9 اسئله في 15 دقيقه. اه ثانية واحدة، 9 في 15 يبقى 12 في تلتاية مثلا ممكن. صح احلف. تلتاية بقى، انا قلت تلتاية مش عارف ليه. في 20 دقيقة واضح كده بالظبط. ايه اكبر دولة في اوروبا؟ اكبر دولة روسيا. صح، مش محتاجين الكود دي خلاص. خلاص دلوقتي هنقول لك معلومتين، واحدة صح واثنين غلط. ماشي. انت هتطلع لنا المعلومة الصح اللي فيه. ماشي. اول حاجة، اول معلومة، الانسان ممكن يتنفس على القمر لمدة 5 دقايق. تاني معلومة، الارض هي المكان الوحيد اللي فيه مية في الفضاء يعني، او في الكون اللي احنا فيه. تالت معلومة، بدلة رائد الفضاء تكلفتها 12 مليون دولار. اكيد التالتة دي غلط. وانت قلت الاولى ايه؟ الاولى الانسان ممكن يتنفس على القمر لمدة 5 دقايق. برضه حاسس ان دي غلط. هي التانية، التانية اللي هي الارض هي المكان الوحيد اللي فيه مياه في الفضاء. لا غلط. ما تهزرش. اه توقع ايه بقى؟ اتوقع الاولى بقى. لا التالتة. التالتة ب 12 مليون؟ 12 مليون. القديمة، انا بتكلم على القديمة. القديمة. دي الجديدة، انت بتتكلم على الجديدة؟ اه القديمة كانت ارخص قبل ما الدولار يغلى. ماشي، معلومتين كمان غلط واحدة صح. الحصان ممكن ينام وهو واقف. الجمل بيعرف يعوم. بعض القطط العضة بتاعتها بتموت. بعض القطط العضة بتاعتها بتموت؟ أكيد لأ. أول واحدة. الحصان بينام، ممكن ينام هو واقف؟ ممكن. صح. يلا واحدة كمان صح واتنين غلط. لسان الإنسان ليه بصمة خاصة زي بصمة الصباع كده. لسان الإنسان؟ اه يعني اللسان ليه بصمة في الصوت. ماشي. لو في أختين توأم بصمتهم بيبقوا متطابقين تمام. بصمة الإنسان بتتغير بعد ما يكمل 60 سنة. ما تشاولوش، أنا شايفك. أكيد بصمة الإنسان مش هتتغير. واتنين برضه مش حاسس، ممكن اتنين يبوش. أول واحدة. أول واحدة صح. صح؟ صح. الحمد لله. جمباي مش اللي بناكله وهو لسه في البحر. ماشي. بيعتبر سام لباقي الأسماك. يعني سام لو قرب منهم يموتوا. قلب الجمباي موجود في راسه. من المتوقع إن الجمباي ينقرض خلال 20 سنة. مستحيل التالتة دي. ينقرض ليه؟ الناس بتاكل جمباي كتير، ممكن ليه لا؟ ينقرض ايه يا عم؟ ماشي هما بيتولدوا يا عم، 20 سنة. أول واحدة الجمبري سام، ممكن يبقى سام مش عارف. والتانية قلب الجمباي موجود في راسه. أكيد مش موجود في راسه صح؟ ما تاكلش جمباي. أول واحدة. لا التانية. تانية واحدة؟ اه. قلب الجمباي موجود في راسه. مش عارف لا. آخر واحدة بقى. حاجات بتعتبر جرائم تمام. في اليونان اكل الجزر في الشارع يعتبر مخالفه تستدعي غرام. في امريكا لو اديت باسورد اكونت فيليكس لحد هتتحبس. هي دي شغله. في تايوان لو صحيت حد من النوم ممكن يرفع عليك قضيه عادي. في تايوان بس؟ كل حاجه في بلد. اه انا بقول لك كل جريمه في بلد، انهي واحده فيهم اللي حقيقه واللي اكيد الاولى مش حقيقه. التالتة التانية بقى. هي التانية. التانية صح. التانية صح. التالتة دي أهم أوي. بس خلاص كده خلاص. طب الحمد لله أنا ما غلطتش يعني كتير. لا الحوار سهل ولطيف. وغلطت غلطة واحدة. غلطة. هنخليك بقى تعمل لنا تيك توك بقى. أعمل تيك توك؟ أه افتح تيك توك كده.